السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت دلوقتي بتشاهد قناة متعة التعلم مع مستر احمد، ومعكم مستر احمد علي معلم لغة انجليزية. نقول بسم الله. عندنا يا شباب طبعا الباست سيمبل والبريزنت سيمبل دي ازمنة معروفة، سواء بقى ماضي بسيط او مضارع بسيط. هنبتدي مع بعض ان شاء الله ناخد اول جزئية وهو البريزنت سيمبل باسيف، المبني للمجهول في زمن المضارع البسيط. طبعا يا شباب القاعدة العامة بتاعة المبني للمجهول هي ببتدي بالمفعول وبعد كده بحط verb to be سواء am او is او are، وبعد كده تصريف ثالث للفعل. تمام كده يا شباب؟ يبقى احنا عندنا مفعول verb to be تصريف ثالث للفعل. احفظ معايا مفعول verb to be تصريف ثالث للفعل. اهو انا بقول بقى وسيادتك بقى نايم، بقى لسه نايم، عايزين نصحصح مع بعض يا شباب. مفعول verb to be تصريف ثالث للفعل. تمام كده؟ حد يقول لي يا مستر يعني انا اخد ال verb to be سواء am او is او are بالمزاج يعني؟ اجي اقول لك لا، مفيش حاجه اسمها بالمزاج. انا باخد الام والاز والار على حسب ايه يا شباب؟ على حسب المفعول بتاعي. تمام كده؟ يعني لو المفعول بتاعي كان اي هاخد ام، لو المفعول مفرد هاخد از، لو المفعول بتاعي جمع هاخد ار، وبعد كده تصريف ثالث للفعل. يبقى القاعده العامه مفعول verb to be تصريف ثالث للفعل. كمان مره، مفعول verb to be تصريف ثالث للفعل. ولو انت اول مره تشاهد القناه شرفني بالاشتراك ودوس لايك، ومتنساش تفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، وتشير الفيديو عشان غيرك يستفيد. نفس القاعده اللي فاتت، مفعول وverb to be وتصريف ثالث للفعل، ولكن يا شباب هنا الverb to be بتاعي هيكون ايه؟ هيكون ماضي بسيط، اللي هو الماضي البسيط يا was يا were. طبعا was اذا كان المفعول مفرد، where لو كان المفعول جمع. تمام يا شباب؟ يبقى نفس القاعده اللي فاتت، مفعول وبعد كده verb to be وبعد كده تصريف ثالث للفعل. تمام يا شباب؟ طيب قال لك this house او this house، هذا المنزل. This house was built in 1996، يعني هذا المنزل بني سنة 1996. لو بصيت كده هتلاقي المنزل مفرد، وبعد كده verb to be was. ليه؟ لأن قبل منها مفرد، يبقى was built تصريف ثالث للفعل، لأن الكلام جايب سنة قديمة أو الجملة فيها سنة قديمة. The pyramids were built thousands of years ago. الأهرامات were built يعني بنيت thousands of years ago، منذ آلاف السنين. كذلك برضو كلمة pyramids جمع، فحطيت بعد منها ايه؟ where. عرفت where ليه بقى يا باشا؟ عشان قبليها، ها قبليها ايه؟ كلمة جمع. برافو عليك. وبعد كده تصريف ثالث للفعل. بعدها برضو 14% of the rainforests were lost because of deforestation. يعني هنا بيقول لك 14% من الغابات الممطرة فقدت بسبب ايه؟ ازالة الغابات. تمام كده؟ يبقى عندنا هنا خلي بالك ان دي جمع، عشان كده خدت ايه؟ خدت وير، وادي التصريف الثالث للفعل. عرفت بقى يا باشا؟ ده كان زمن الايه؟ الماضي البسيط لما تكون الجملة مبنية للمجهول. يبقى احنا كده خدنا قاعدتين مهمين جدا، مفعول verb to be تصريف ثالث للفعل. الverb to be بيبقى am و is و are لو الجملة، ها لو الجملة ايه؟ قول معايا، لو الجملة present يعني مضارع. تمام؟ ولو الجملة في الماضي باخد طبعا verb to be في الماضي اللي هو was او were. these habitats دي جمع، يبقى لمتى تاخد where لو الكلام في الماضي، لمتى تاخد are لو الكلام في المضارع. طب يا ترى هاخد دي ولا هاخد دي يا شباب؟ بص بقى كمل كده معايا. these habitats found at the top and the bottom of earth. مفيش اي دليل على الماضي، كل الجمله كده مضارع، اذا الاجابه بتاعتي هتبقى ايه؟ هتبقى ار. كده انت 10 على 10 وتاخد نجمه. خش على بعده. a lot of our rainforests are، يعني كثير من rainforests اللي هي الغابات الممطره بتاعتنا، are cut down every year. عايز اقول ان طبعا بتزال او بتقطع كل ايه؟ كل سنه. لو بصيت على الجمله دي كده هلاقي هنا ار، وطبعا ده مفعول، يبقى مفعول وادي الفيرب تو بي اللي هو ار ناقص التصريف الثالث للفعل، يبقى هيبقى ايه بقى الفعل بتاعنا؟ هيبقى cut. ممتاز، كل اللي قال cut فوق الممتاز. طب يلا خش على اللي بعده.
trees were planting on the land to use for palm oil. لو بصيت كده trees مفعول وادي الفيرب to be ناقص ايه التصريف الثالث يا مستر برافو عليك هنعمل ايه يا ابني هنشيل على طول الاي ان جي وبعد كده ده فعل منتظم يا مستر احط اي جي يبقى planted ممتازين يا شباب ايه اللي بعده ده سؤال how was stones stones جمع يبقى هنا احط يا وير لما تنقار لما بص على الجمله كده مش هلاقي حاجه تدل على ايه على الماضي بس خلي بالك بقى هو لازم اللي يدل على الماضي يعني yesterday last ago in the past بس كده هما دول اللي يدلوا على الماضي او سنة قديمة لو بصيت على الجملة اللي قدام حضرتك يا باشا هقول لك how was the stones for the pyramids carried to Giza عايز اقول لك الاهرامات او الحجارة بتاعة الاهرامات اتشالت للجيزة ازاي يبقى هي بتتشال دلوقتي ولا اتشالت خلاص ايام زمان بقى صح كده من الاف السنين اه يا مستر ده من زمان يبقى الجمله المعنى بتاعها في الماضي لذلك انا هكتب هنا ايه هكتب هنا وير يبقى يا شباب اللي بيدل على الماضي مش شرط الكلمات الداله على الزمن مش شرط ان انا الاقي مثلا فعل في الماضي يبقى خلاص الجمله في الماضي لا ممكن يكون المعنى بتاعها زي الجمله اللي قدام حضرتك تمام كده نمبر 5 لونج اجو منذ فتره طويله كاميلز اللي هو طبعا الجمال are called ships of the desert لو بصيت كده long ago اه يا مستر يبقى الكلام فين الكلام في الماضي والجمال دي مفرد ولا جمع جمع يا مستر يبقى الاجابة على طول وانت مغمض ايه مغمض وير يبقى تاخد على طول نجم ولو انت اول مرة تشاهد القناة شرفني بالاشتراك ودوس لايك وتنساش تفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد وتشير الفيديو عشان غيرك يستفيد لحد هنا يا شباب المراجعة بتاعتنا انتهت رجعنا بفضل الله مع بعض على قواعد الوحدة السبعة لغة انجليزية الشهادة الاعدادية الترم الثاني ربنا يوفقكم يا شباب عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير ولو اول مرة حضرتك تشاهد فيها القناة شرفني بالاشتراك وما تنساش تفعيل الجرس عشان ان شاء الله يجي لك كل جديد كان معكم مستر احمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.